مدام نورهان، مدام نورهان، اهلا يا فندم. اهلا يا فندم. ده انت جميله قوي والله، ده انت اجمل من السينما والله. اهلا، ده انا معجبه بحضرتك جدا والله، كل افلامك من اولها لاخرها. متشكره قوي، ربنا يخليكي. ايه ده، انت اللي اخترتي الموديل ده؟ اه ياه، ده انت ذوقك حلو قوي. ربنا يخليك، الله يخليك. انت عارفه ان انا واخده اخت الفستان ده؟ لا معقوله والله. ده انت كده خليتيني احب الفستان اكتر. قولي لي، هو انت زبونه عندنا؟ لا الحقيقه انا دايما بسمع عن المحل هنا، بس دايما اسمع انه نار يعني. عشان احنا ذوقنا نار. خلاص، ما دام اول مره تخشي عندنا انا هعمل لك خصم 10%. لا مفيش داعي، معلش. لا 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 لا، ده اصول بس عشان اكسبك زبون عندنا. طب هو بكام؟ 2000 جنيه، انما انت تدفعي 1800 بس. يا والله ببلاش يعني. طيب ماشي، مش مشكله يعني. بصي بقى، اقول لحضرتك حاجه، انا ايه هسيبه هنا وهروح البيت اجيب فلوس، اصل الحقيقه انا نسيت اجيب معايا فلوس، ما بحبش انزل بفلوس كاش كتير. انا فاهماكي. خلاص حبيبتي مفيش مشكله، احجزي وبعد كده ابعتي اي حد ياخد الفستان، ابعتي الشوفير من عندك. شوفير. احجز الفستان باسم مين؟ مدام عزمي ابو العزم. مدام عزمي ابو العزم، كاتب الصحفي الشهير؟ ايوه. مش تقولي كده من الاول بقى، ده كلام. فاطمه. نعم يا مدام. لفي الفستان للمدام. حاضر. لا لا لا، متشكره يا فاطمه. عيب عيب عيب. لا لا، مفيش داعي، اصل الحقيقه الفلوس اللي معايا دلوقتي مش كفايه. مش مهم يا حبيبتي، انا ما قلتلكيش ادفعي دلوقتي. انت معاكي كام؟ ما معكيش حاجه خالص؟ 2 جنيه بس. 200 جنيه يا مدام، 200 جنيه. مش مهم يا حبيبتي، ادفعي دلوقتي 200 جنيه وابعتي الباقي على اقل محلك. لا بس الحقيقه ايه؟ ما تخليهاش حكايه بقى، عيب. وسمحنا، هنروح فين من بعدنا؟ انتي عارفه الفن والصحافه اخوات. ايه ده؟ عجبك؟ انت اتجننت يا سويف؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ ايه انا عملت ايه؟ خدتي رشوة. رشوة؟ أيوة، لما تدفعي 200 جنيه في فستان ثمنه 2000 جنيه ده يبقى اسمه نصب ورشوة وتربح كمان. ونورهان هترشيني ليه بقى؟ بترشيني أنا بمناسبة إن أنت مراتي. وهترشيك ليه؟ هتعوز منك إيه علشان ترشيك؟ لا يا حبيبتي، هتعوز حاجات كتير قوي، أخبار وريبورتاجات وصور. ما هو لما تديكي حاجة زي كده أنا بقى ما أقدرش أرفض لها أي طلب، وأضطر أشغل الصفحة الفنية لحسابها. فهمت يا هانم؟ أيوة صح، عندك حق. خلاص ندفع لها ثمن. بتقولي ايه يا اختي؟ ايه؟ انت متصوره ان انا ادفع مرتب 5 اشهر في فستان زي ده؟ وبعدين مين قال لك ان انا اسمح انك تخرجي بفستان فاضح زي ده؟ ده بكم وبرقبه سهير، ما تستفزنيش وتحرقي دمي اكتر من كده. بقول لك ايه؟ الفستان ده بكره الصبح يرجع لصاحبته، فاهمه؟ معقول كل ده يحصل؟ لا 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 لا، اسمحي لي يا مدام، عزمي بيكبر الموضوع قوي حقيقي. رغم ان انا متضايقه من اللي حصل ده، لكن انا برضو عذراه، اصل دي طبيعته، طول عمره بيخاف على سمعته وبيخاف على اي حاجه تسأله. يعني هو انا كنت بعمل معاكي جست الظريف ده عشان غرض وحش زي ما بيقول؟ لا لا ابدا ابدا، هو ما يقصدش، هو اصله دايما حمقي كده وبيحبكها قوي، بس الحكايه دي بتزعل منه ناس كتير قوي. على كده يا مدام ربنا يكون في عونك. بس رغم ان هو كده بيحبكها قوي، انما طيب قوي. وبعدين في ميزه بتعوضني عن كل الحاجات دي، مش موجوده في كل الرجاله. ميزه ايه بقى؟ الله قولي بس. ميزه ايه؟ بتحبني قوي يا خيبتك. لا لا لا، بقول يا بختك يا بختك. دي ميزه ما تلاقيهاش في اي حد. تصوري من يوم ما اتجوزنا عيني لا راحت كده ولا كده، صعب قوي تلاقي راجل قديم الزيغه. يا حبيبتي ايه؟ ما معقول حد يكون متجوز واحدة في حلاوتك ويبص لواحدة تانية؟ والله عندك حق، ما كنتش واخدة بالي. انما يعني ما قلتليش انت متأكدة قوي من الموضوع ده ازاي؟ ده عزمي، ده انا هو كده، ده انا مراته. عارفة لو عزمي رمش اعرف انه رمش. زوجة واحدة.